حضنت مؤسسة بريد الجزائر حفل تخرج الدفعة العاشرة لشهادة محترفي السوق المالية الذي نظمته لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة بالتنسيق مع معهد التكوين المصرفي. التغطية لأحمد راشدي. حفل تخريج الدفعة العاشرة لمحترفي سوق المالية الذي أثمر عن شراكة بين لجنة التنظيم ومراقبة عمليات البورصة ومعهد التكوين المصرفي بمساهمة بورصة الجزائر وتخرج 23 مستفيد منه الذين أتقدم إليهم بأحر التهاني والتفوق. هذا التكوين الهام يعد ثمرة شراكة بين لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ومعهد التكوين المصرفي، نهدف منه إلى تدريب الإطارات في مجال الأسواق المالية وتمكينهم من إتقان آليات عملها، إضافة إلى فهم القوانين واللوائح المنظمة للسوق المالي. في هذا السياق أكد المدير العام لمعهد التكوين المصرفي عثمان مالك أن الشراكة مع لجنة تنظيم عمليات البورصة تعود لسنوات وتأتي في سياق انفتاح المعهد على عدة تموينات وتخصصات جديدة. أحمد راشدي ثانية. تعود الشراكة بين لجنة التنظيم ومراقبة عمليات البورصة ومع التكوين المصرفي لسنة 2014، ويتمثل 10 سنوات من عمل الجد والتعاون الذي نتج عنه 4 برامج تكوينية. أذكر الأربع برامج: تنشيط نقاط البورصة لدى وكلاء البنوك، اعتماد محترفي الأسواق المالية، شهادة مبادئ التخرج المتخصصة في الهندسة المالية بالشراكة مع المدرسة العليا للدراسات التجارية، وأخيرا شهادة ما بعد التخرج المتخصصة في الصرف الإسلامية بالشراكة مع المدرسة العليا للتجارة. تم توقيع مذكرة تعاون بين لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة ومؤسسة بريد الجزائر. الاتفاقية تندرج في إطار آليات تعزيز وتطوير السوق المالي الجزائري. وعلى هامش التوقيع كشف مدير مؤسسة بريد الجزائر عن التحضير لإمكانية ولوج مؤسسته لبورصة الجزائر. توقيع مذكرة تفاهم بين لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ومؤسسة بريد الجزائر. لقد فكرنا في إبرام هذه المذكرة نظرا إلى الإمكانات الهائلة والوسائل المتاحة لدى بريد الجزائر، لا سيما فيما يتعلق بحجم محفظة زبائنها الذي يفوق 22 مليون حساب وحجم شبكتها المنتشرة عبر التراب الوطني. اتفاقية تهدف إلى يعني دراسة إمكانية الولوج لعالم البورصة، نظرا يعني للإمكانيات التي تتوفر عليها المؤسسة من حيث عدد الزبائن ومن حيث أيضا الشبكة الضخمة لتفوق اليوم 4200 مكتب بريد. يعني يمكن أن نكون يعني فاعلين يعني في عملية البورصة.